أما التمذهب المحمود فهو أن يكون الإنسان مدركا بمذهبه، عارفا بأدلته، متمسكا بقواطعه، متسامحا في الأمور الاجتهادية فيه، في اجتهادياته وآراء أئمته، وأن يدافع عنه وأن يبين حقائقه. هذا تمذهب محمود، وهو الذي عليه أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الذي ينبغي أن يدركه كل أحد، أن الإباضية يتمذهبون تمذهبا محمودا، والثناء والإطراء والمدح الذي يتحف به كثير من المنصفين سماحة شيخنا وبدر أمتنا العلامة الخليلي متعنا الله تعالى بأنفاسه، هذا الثناء إنما هو سببه ذلكم التمذهب الحق الذي تلفع به سماحته وتخلق به. وسماحة شيخنا حفظه الله لمن لا يعلم، في حقيقة الواقع هو امتداد لمن سبقوه من علماء المذهب وإمته وأسلافه منذ القرون الأولى رضوان الله تعالى عليهم، فتمذهبهم تمذهب محمود لا يؤدي إلى إلغاء ما عند الآخرين من الحق، فهم يتعاملون مع الغير بمقدار ما عندهم من الحق والصواب، وما ابتلوا به من باطل وخطأ فإنهم ينصحونهم فيه ثم يعاملونهم معاملة الإسلام التي أمر بمعاملة المخالف بها. قال سبحانه في المشركين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وقال جل جلاله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هكذا جردهم من دياناتهم وأفكارهم وتوجهاتهم ومذاهبهم، وأبقى إنسانيتهم ليستحقوا بها العدل والإنصاف في الحكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لجندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، يقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بهذا التمذهب الراقي تجلى أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، وهو في حقيقة الواقع التدين الحق بدين الإسلام، بحيث يتمسك الإنسان بقطعياته ومبادئه، ثم بعد ذلك لديه سعة وفسحة في الآراء أن يأخذ وأن يعطي، وأن لا يكون متشنجا تجاه المخالف له في المسائل، وإنما يرد الكل إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هكذا أمر الله تبارك وتعالى. وكما قلت، هذه السجايا الراقية التي انبهر بها الكثير من عقلاء المسلمين والمستنيرين المستبصرين منهم بسماحة شيخنا حفظه الله، هذه السجايا اتسم بها أئمتنا وأسلافنا، واستقوها من مذهبهم الواسع الرحب الفسيح. فأنت ترى مثلا في القرن الثاني الهجري تجد العلامة الإمام الحافظ الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى في مسنده المسمى بالترتيب، وهو الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع رحمه الله، يروي عن غير الإباضية ويحدث عن غير الإباضية برحابة صدر وسعة أفق. فتجده مثلا يقول: قال وأخبرني محمد بن يعلى عن سليمان العامري عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ويقول: وأخبرنا أبو ربيعة زيد بن عوف العامري البصري، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال: كنا
ويقول كذلك قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل بن علية عن داود بن أبي عقيل عن أبي هند عن الشعبي عن مسروق. وهكذا تجدون أن الإمام الربيع رحمه الله تعالى بكل رحابة صدر يروي عن غير أهل مذهبه ويحدث عنهم ويحتج برواياتهم. ونجد في ذلك القرن كذلك الإمام أبا غانم الخراسان رحمه الله في مدونته المعروفة يروي عن من؟ يروي عن تلاميذ أبي عبيدة الذين أخذوا منه العلم والقيم والأخلاق والآداب، نجدهم يروون عن غيرهم ولا يرون حرجا في الرواية عن غيرهم. قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فقلت له حينئذ، يعني أبو غانم يقول أبي المؤرج تلميذ أبي عبيدة، قال يا أبا المؤرج إن هذا قول قومنا، إن هذا قول قومنا. قال إن قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفه المسلمون فيما أصابوا فيه، ولكن إنما خالفوهم فيما أخطأوا فيه. إن قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفه المسلمون فيما أصابوا فيه، ولكن إنما خالفوهم فيما أخطأوا فيه. كذا في مدونة أبي غانم في القرن الثاني الهجري. وهكذا يستمر هذا النهج ويمضي عليه اللاحق بعد السابق إلى أن يأتي القرن الرابع الهجري، لنجد العلامة الإمام ابن بركة من الأئمة الفحول في المذهب الإباضي في المعقول والمنقول في القرن الرابع الهجري. يقول في المجلد الأول من جامعه صفحة 47 و500، يقول ولسنا ننكر أخبار مخالفينا فيما تفردوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها، لأن قد علمنا فساد بعضها، ويجوز أن يكون ما لم يعلم بفساده أن يكون صحيحا، وإن لم ينقلها معهم أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة علم بالخبر أو بعض الخبر ولم يستقص في الكل، علم ذلك الخبر ولم يشتهر بينهم، إلى آخر ما قاله. فيقول لسنا ننكر أخبار مخالفينا فيما تفردوا به دون أصحابنا. وهذا الكلام نجده مطبقا عند الأئمة كما طبقوه، كما نصوا عليه قولا طبقوه عملا. فنجد العلامة الوارجلاني من علمائنا المغاربة في القرن السادس الهجري يطلب العلم ويدرس المعقول والمنقول في قرطبة. ونجد كذلك مثل ذلك العلامة أبي عمار عبد الكافي رحم الله تعالى الجميع، كذلك من علمائنا المغاربة في القرن نفسه يدرسون في بلاد المغرب في تونس، درسوا العلم وتعلموا ومن غير علماء الإباضية. ونجد في المتأخرين في القرن الثالث عشر الهجري العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى من شيوخه في اللغة، رجل عالم يقال له البسط، يقال له البسط من علماء الباطنة، تعلم من عنده هذا الشيخ الإمام علوم اللغة. وهكذا يستمرون على ذلك. نجد الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى يقول في جوهره وخذ بما عند أولي الخلاف إن لم تجد في كتب الأسلاف. ونجد حكاية أقوال غير الإباضية في كتب الفقه منثورة في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا إلى زماننا هذا، إلى أن تأتي إلى كتاب بغية الطلاب للشيخ القاضي الفقيه أبي سرور الجامعي رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول في باب الصلاة وأحكامها، في باب النية من كتاب الصلاة وأحكامها، يقول
وفي الوضوء والذي ضاهاه نيتنا لصحة تغشاه، وذا هو المشهور فيما عندنا، وأحمد والشافعي بيننا، ومالك وعندنا داود، كذا أبو ثور بذا يفيد، وقال ليست في الوضوء شرطا، للصحة النعمان حين خطا، كذلك الثوري أيضا أعلنا، وعندي الأول أعلى في البناء. فيحكون أقوال المخالفين. هذا هو التمذهب المحمود، أن يكون لدى الإنسان سعة في ما يمكن الاجتهاد فيه والأخذ والرد فيه، وهذا الذي عليه مذهبنا. هذا التمذهب المحمود الذي يتسع لأقوال المخالفين وحكايتها والأخذ بها وترجيحها إن ترجحت، هذا هو الذي عليه أئمتنا، بجانب دفاعهم ومنافحتهم، دفاعهم ومنافحتهم عن مذهبهم. قال هي راودتني عن نفسي، كذا في القرآن الكريم، لم يصمت ولم يسكت حيال امرأة العزيز عندما اتهمت، قال هي راودتني عن نفسي. فهذه الغيرة والرد والدفع عن النفس وعن المبادئ وعن الفكر وعن الثوابت وعن القواطع، هذا تمذهب محمود. ومن العجيب أن يخلط الناس الأوراق، بعض الناس الأوراق، فيظنون أن المنافح والمدافع عن مذهبه يعتبر من المتعصبين المتشنجين، وليس الأمر كذلك. بل إن سماحة شيخنا الخليل كغيره من أئمة الأوائل تجد عندهم اللغة الشديدة في ضد من يتجاسر على المذهب ويحاول تشويه صورته. فنجد الإمام السالم رحمه الله تعالى الذي يقول وخذ بما عند أولي الخلاف إن لم تجد في كتب الأسلاف، والذي تجد له في جوهره حكاية الكثير من أقوال المخالفين، وفي معارجه يحكي أقوال الكثير من غير الإباضية، هو نفسه صاحب كشف الحقيقة التي يقول فيها أيها القادح فينا أقصري، أتدري ماذا قلت أم لم تشعري، قدحت في مذهب أهل الحق، ويحك أغضبت إله الخلق، فما الإباضيون إلا علما لخلفاء الحق منا فاعلما، إلى آخر ما قاله. وقطب الأئمة رحمه الله تعالى هو نفسه الذي اتسع صدره لحكاية الأقوال المختلفة المتباينة في موسوعته الفقهية العظيمة شرح النيل، وفي تفاسيره هميان الزاد وتيسير التفسير، هو نفسه أيضا كذلك في كشف الكرب عندما سئل عن رواية قومنا، فتسع صدره لرواية روايات المخالفين، لكنه هو نفسه صاحب كتاب إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري، ردا على من تجاسر على المذهب واجترأ عليه. شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى المتسامح الهين اللين الدمث الذي شهد العالم كله على أنه الرجل المثالي في تعاطيه مع القضايا الخلافية، هو نفسه صاحب كتاب الحق الدامغ، وصاحب وسقط القناع، وصاحب الحقيقة الدامغة، وصاحب المجلد المستقل الجزء الخاص من تفسيره جواهر التفسير، والذي تعقب فيه ابن القيم وما قاله حول التأويل والمجاز، وتوسع الشيخ هناك في بحث الآية السابعة من سورة آل عمران، فتح الله تعالى عليه وزاده توفيقا. فمذهبنا مذهب رحب، هذا هو التمذهب المحمود الذي سلم.